وللحديث أكثر عن عودة التظاهرات في لبنان في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة والنظام السياسي الذي أثبت تعسفه أو عدم قدرته على إدارة البلاد، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من طرابلس السيد علي شندب الكاتب الصحفي اللبناني، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف تصف المشهد الآن في لبنان بعد اندلاع المواجهات مرة أخرى بين الأمن والمتظاهرين في طرابلس وعكار وبيروت و مدن ومناطق أخرى؟ في الحقيقة المشهد بدون شك هو مشهد كارثي بكل ما تعني الكلمة من معنى. بيروت تشتعل، المواجهات عنيفة لا مثيل لها، طرابلس أيضا تشهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والجيش اللبناني، وهناك سقوط حوالي بضعة جرحى جرى نقلهم إلى مستشفيات المحيطة في طرابلس. أعمال المواجهات التي حصلت مع الجيش هي بسبب الارتفاع الخطير لسعر الليرة اللبنانية الذي وصل ل7000 ليرة الدولار وليس ل6000 كما ورد في التقرير، وأيضا والتي سبقها تعبير عن المحاصصة استمرار ذهنية الطبقة السياسية المحاصصة الطائفية والسياسية للمناصب المالية العليا في الدولة اللبنانية. كل هذه الامور وحيث جرى تعيين حقيقي هذا يختلف عن ما تفضلت به استاذ علي، يختلف عن توصيف حزب الله وحكومة حسان دياب التي تصف بأن هذه مطالب خدمية ليس أكثر، يعني ولا علاقة لها بالوضع السياسي وبالطائفية والمحاصصة وإلى آخره. في الحقيقة في لبنان هناك أزمة نظام، هناك شعب سار على هذه الطبقة السياسية المكونة من ميليشيات المال والسلطة والسلاح المتحكمة في البلاد والعباد. بدون شك حزب الله اليوم أمسك في القرار المالي، أمسك في القرار المالي وأتى رياض سلامة حاكم المصرف المركزي بمثابة رهينة في يديه. هو أجبر على ضخ مليار دولار في السوق، اعتبارا من الاثنين هناك نحو 300 مليون دولار سيضخون في السوق، وبالتالي المصرف المركزي يستنزف احتياطاته، والعملة النقدية الأجنبية في الدولار الأمريكي تتبخر من السوق، وأصبح لبنان يعني في وضع كارثي على المستوى المالي. طبعا هناك شعور واسع عند غالبية الطيف اللبناني بأن سبب هذا الانهيار هو رسوخ المعادلة القائمة في لبنان بين قوى السلطة وحزب الله. المعادلة تقول غطوا على سلاحنا نغطي على فسادكم، أي السلاح مقابل الفساد مع الأسف الشديد. لكن كيف صنع ذلك الأزمة في أسعار الصرف الآن؟ كيف ما علاقتها بالموضوع؟ أسعار الصرف في لبنان يعني هناك إذا كان الدولار ب5000 أو 6000 يأتي من يشتري حتى ب7، إذا كان ب3 يأتي من يشتري في 4، تتبخر الدولارات إلى خارج لبنان. في هناك مناخ شائع بأن الدولار يذهب إلى سوريا، في الحقيقة الدولار من الممكن أنه يذهب إلى إيران التي هي بحاجة أكثر من سوريا إلى النقد الأجنبي. نعم. وبالتالي هذه الأمور مجتمعة ضاق زرعا فيها الشارع اللبناني. بالمناسبة المظاهرات التي حصلت بالأمس في بيروت وخصوصا مواكب الدراجات النارية قالوا وحدهم الجوع، وهم يتبعون للثنائي الشيعي أمل وحزب الله، وحدهم الجوع ونزلوا وتظاهروا مع بقية المتظاهرين. لكن هذه التظاهرات كان هدفها توجيه التظاهرات ضد حاكم مصرف لبنان لتقديمه كمسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي، في حين أن حاكم المصرف المركزي وأنا لا أدافع عنه هو ينفذ سياسات الحكومات المتعاقبة. نعم. والموازنات المقررة في المجلس النيابي، ولكن يريد أن يقدم لبيئتهم المأزومة ضحية عبر الضغط على الأمريكي بأننا إذا أنت فرضت علينا عقوبات كالتي
أعلنت عنها بالأمس اللجنة الأمريكية في الحزب الجمهوري بأنها ستفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب اللبناني وعلى جبران باسيل حليف حزب الله المسيحي الأول تقريبا، وعلى شريحة واسعة من النواب وكل نواب حزب الله. إذا فرضت هذه العقوبات فإن بإمكاننا أن نحرق بيروت، وهذه هي النتيجة، وإن بإمكاننا أن نشعل كل التوترات في لبنان. وكان هناك مناخ بالأمس بأنه اليوم سيتم إقالة حاكم المصرف المركزي، لكن الرجل يبدو أنه خضع للضغوط وقبل خلافا لقناعاته ولما أبداه سابقا بإعادة ضخ الدولار في السوق اللبناني، وهو الدولار الذي يشعل طرابلس في هذه الأثناء في هذه اللحظات، حيث المواجهات عنيفة، هناك تكسير مطارس وحاولات حرق أو اعتداء على مراكز لقوى الأمن الداخلي وبلدية طرابلس، والجيش يطارد المحتجين. لكن هذا الجيش نفسه بالمناسبة مع الأسف يشيح بنظره عن أصحاب الدراجات النارية الوافدين من معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية. يعني هناك سياسة مزدوجة وهناك في التعاطي مع المظاهرة. وهناك من طرح وأنت منهم وجوب ابتكار نظام يؤمن سيولة توازن القوى، وفي المقابل إذا كان الشارع المنتفض يرغب في ذلك لماذا يصر أو لا يصر على تغيير الدستور؟ تغيير الدستور سيدي مسألة مرتبطة بتوافق سياسي. نحن 17 تشرين وهي التوأم الشقيق لثورة تشرين العراقية، وتعتبر خرجت من رحمها إلى حد كبير، لأن الأزمة في العراق والأزمة في لبنان أزمة متطابقة بنسبة كبيرة جدا، بسبب أن كلا لبنان والعراق يهيمن عليهم النفوذ الإيراني والذي يدير البلدين وفقا لأجندته الخاصة. وفي هذا السياق ثورة 17 تشرين في لبنان هي طالبت بإسقاط النظام وتغيير النظام وإعادة إنشاء دستور، لكن هذا النظام يمسك في عنقه حزب الله بطريقة كاملة متكاملة، هو يمسك القرار السياسي، صنع رئيس الجمهورية ويصنع الحكومة ورئيس الحكومة والبرلمان، والآن أمسك في القرار المالي في لبنان عبر تخضيع رياض خلالي حاكم المصرف المركزي اللبناني. مأساة لبنان مسألة كبيرة، تداعيات قانون قيصر الأمريكي هو حديث الناس في البلد، اللبنانيون يشعرون بأنهم سيدفعون ضريبة هذا القانون، وحزب الله مع الأسف الشديد بدل أن يلاقي الثورة اللبنانية ويتفاعل إيجابا معها لتغيير الوضع نحو الأفضل، إذ به يصر على شراكته الكاملة والمطلقة مع طبقة سياسية هو جزء منها وراعيها وحاميها، متوغلة في الهدر والفساد الذي قوض كل دعائم لبنان الاقتصادية واليوم كما نرى الأمنية أيضا. نعم. طيب يعني أستاذ علي، هل تعتقد أن اللجنة التي شكلت مؤخرا وترأسها وزيرة العدل يمكن أن تساهم في حل المشكلة وتتوصل إلى أسباب حقيقية لهذه المشكلة، وبالتالي يحاول الجميع أن يبحث عن حل؟ الحكم في لبنان مأزوم، الشارع في حالة غليان، اللجنة التي شكلت اليوم هي لجنة لهدفها اتخاذ أو استنباط الآليات القانونية لما اتفقت عليه الترويكا، أي رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، في عملية الإبقاء على رياض سلامة حاكما للمطرح المركزي مقابل قيامه بضخ الأموال في السوق. اللجنة التي برئاسة وزيرة العدل هي لجنة شكلية تهدف إلى ملاحقة المضاربين بالعملة من الصرافين وغيرهم، ونحن نعلم أنهم بالأمس كان هناك بضعة صرافين في السجن، بعضهم وقف لمدة أسبوعين ثم أفرجوا عنهم، والأزمة لن تحل. نحن من أزمة إلى أزمة في حصار كبير، يقول الكثير من اللبنانيين على لبنان حصار مالي في دول حجبت مساعداتها عن لبنان، عربية شقيقة وصديقة، بسبب سياسات حزب الله.
وبالتالي هناك شعور في لبنان بأن كل الشعب اللبناني اليوم يعاقب بسبب سياسات حزب الله، وحزب الله مصر على أن عليه واجبا كونيا لتحرير البشرية خاصة. أشكرك جزيلا أستاذ علي شندب الكاتب الصحفي اللبناني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.